السلام عليكم ورحمه الله اعزائي، مرحبا بكم في القناه ديالي. الوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير كيجي غزال بزاف ومنعش منعش في هذا فصل الصيف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمروا المراحل والطريقه ديال هذه الوصفه. دابا غادي ندوزو المقادير والطريقه ديال هذا العصير. الصراحه كيجي غزال بزاف ونتمنىكم تجربوه. كنحتاجوا لهذا العصير برتقاله وحده مقطعه على هذا الشكل مزولين ليها العظام ديالها، وكنحتاجوا هنايا نصف ليمونه او حامضه مقطعه حتى هي ومزولين لها العظام ديالها هكذا رقيقه، وكنحتاجوا الشمندر او الباربا حبه واحده مقطعه على هذا الشكل، وكنحتاجوا بنانه وحده، وكنحتاجوا السكر مع الفانيليا. كنحتاجوا لهنايا نص لتر ديال الماء. هنا الكميه غادي ندير 2 لتر. غادي نبدا في الاول بنص لتر باش غادي نطحنوا. غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير في خلاط كهربائي. كيف كتلاحظوا غادي نضيف البرتقال والليمون غادي نضيف عليه الباربا والشمندر وغادي نطحن هاد العناصر. اما بالنسبه للبنان والسكر غادي نخليهم من بعد. نضيف نص لتر من الماء غادي نطحنهم مزيان. كيف كتشوفوا كتلاحظوا ملي طحنتو غادي نصفيه بحال ما هكذا، كيجي القوام ديالو ثقيل كيف كتلاحظوا، وغادي نزيد لتر من الماء من فوق هذا الخليط. كيف كتلاحظوا ضفت على هذاك الخليط، ضفت 2 لتر من الماء وصفيته مزيان حتى تيبقى ليا هاد ما تبقى من سميتو هاد حنا كنقولوا ليه المهم هاد اللي كيبقى ديال البرتقال وسميتو. كيف كتشوفوا كيعطينا بحال ما هكذا، نحاول نعصرو مزيان. كيف كتلاحظوا انا صفيتو قسمته على 2 وضفت عليه نص لتر ونصف لتر من الماء الاخر، يعني ولات 2 لتر عندي. غادي نضيف النصف ديال الموزه، واللي بغى يدير ياغورت وكندير نصف ديال السكر، السكر على حسب الذوق مع الفانيليا. غادي نطحنو مزيان في خلاط كهربائي حتى تنسجم ليا هاد العناصر مزيان. كيف كتلاحظوا عفوا غادي ندير نفس الطريقه في النصف ديال الاخر، وغادي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه ديال هذا العصير. هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا. ملي هذا ملي تطحنوه كتزيدوا عليه كتكملوا داك 2 لتر من الماء، صفيوه مره وجوج تقريبا، صفيوه حتى 6 المرات، وعاد تضيفوا عليه اما ياغورت اما البنان اي فاكهه كتفضلوا، وصافي تطحنوا كتعملوا في الثلاجه كيبرد وكتقدموه بارد. كيجي الصراحه غزال وصحي وزوين بزاف نفس الوقت في هذا الفصل ديال الصيف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والى عجبتكم الوصفه ديال اليوم تشاركوا وتعملوا لايك وتشاركوا في القناه باش يلحقكم كل جديد من الوصفات ديالي. وكنشكر بزاف التعليقات ديالكم، الصراحه كتفرحني بزاف بزاف، والكلمات الطيبه اللي كتكتبوا ليا وبزاف التعليقات السيدات اللي تكتبوا ليا الوصفات اللي كيعملوها من الوصفات ديالي. وصراحه زعما وكتعجبهم وكتكون الوصفات ناجحه بزاف. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وصراحه هاد القناه قناتكم حتى نتوما، وبالصحه والراحه والى وصفه قادمه ان شاء الله.